Thank you.
going and working, you know, running the time. This sort of thing brings it. Maybe the time of the day is in the morning, 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 what are you going to do with the next story? I say it's the first year, the second year, and the second year, 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 I am a student of the University of Arabic. What I'm talking about the person who is the one 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 who is the I'm going to go to the hospital.
ثم يحط سنة الدم في إفريقيا الوسطى حيث توجد بعثة تعرف باسم نفتا. وعلى من تعالي الاضطرارات منذ ذلك الحين فقد تساعد القتال هذا العام وحضرت الأمم المتحدة من أن القتال الوحدي تدعو بالبلاد متجددا في صراع أكبر كثيرا. ذكر بيان مستعد الصين الصين يوم أمس الخميس في الاختتام بزيارة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشيان إلى الفلبين. أن بكين ومانيلا اتفقتا على تجنب استخدام القوة في حل خلافاتهما بشأن بحر الصين الجنوبي. ونزاع بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي قديم لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ تولي رودريجو دوتيرتي رئاسة الفلبين. وقال البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الصين والفلبين أكدتا أهمية الصيام في بحر الصين الجنوبي وحرية الجناح البحرية والجوية. وفي بيان المنفصلين عن المناقشات في قمة رابطة آسيان دول جنوب شرق آسيا أشار دوتيرتي إلى تحسن العلاقات بين آسيا والصين في بحر الصين. حطمت لوحة الفنان ليوناردو دافنشي رقما قياسيا بأسعار اللوحات بقيمة تجاوزت 450 مليون دولار خلال مزاد في دار كريستيز في نيويورك. واللوحة التي أعيد اكتشافها حققت سعرا يفوق ما حققته سعرها طرحها في دار كريستيز الذي كان مقدرا ب 100 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن الشخص الذي اشترى اللوحة التي أعطته أي لوحة المسيح سلفاتور مانديل إحدى 15 لوحة معروفة عن دافنشي وتطورت مقبولة لقرون قبل إعادة اكتشافها وتأكيد رسالتها عام 2011. وبحسب خبرها فقد تم رسم هذه اللوحة بين عامي 1506 و 1516 لأجل الملك لويس XII ملك فرنسا. وتوفي ليوناردو دافنشي في عام 1519 ولم يعثر إلا على 20 لوحة من رسوماته. أصبح بيرو أكثر المتأهلين لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما أحرز جيفرسون فاكفان وكريستيان بونوس هدفين لتفوز بهدفين مقابل لا شيء على نيوزيلندا في إياب المحط العالمي للتصفية الأربعاء الماضي. وتعادل المنتخبان بدون أهداف في مباراة الذهاب في ويلينغتون ورغم حصول كل منهما على فرص في المباراة المثيرة في ليبا كانت بيرو أكثر فعالية أمام المباراة. واحتفل جماهير بيرو على قيمة كأس العالم منذ 2000 منذ عام 1982 بعد نهاية المباراة وستحصل على يوم العطلة بعد العديد من الحكومات باعتبار ذلك عطلة محلية. ومددت بيرو سجلها الخالي من الهزيمة إلى 10 مباريات وهي أطول سلسلة في 75 عاما. وتحتل بيرو المركز الأرشف في تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا وستكون في المستوى الثاني في القرعة التي ستسحب في الأول من ديسمبر المقبل في موسكو. أعزائي المشاهدين إلى الحقيقة فبسم الله بكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الأيام. أشكركم على حسن المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.